كابتن عادل، المكسب كان مهم النهارده معنويا. جميل بدايه للمدرب بمكسب بره، رقم واحد للنادي بمكسب بره يدي ثقه. الاثنين الحاجه كان مهم جدا جدا النهارده المكسب بالنسبه للمستر كولر. يعني انا عجبني حاجه في لعيبه النادي الاهلي النهارده، رغم انه من المبكر انك تتكلم على ادائهم، ومن المبكر انك انت تقول قد ولا ما قدوش، يعني خلينا نبقى عقلانيين شويه، ولكن اللي عجبني الاصرار لاخر ثانيه. انت بتطلع سيرد باك في اخر ثواني وانت خارج ملعبك عشان يجيب جون عشان يكسب، ودي حاجه مهمه جدا في الوقت اللي انت يديك انطباع انت عايز ايه، يعني المدرب عايز ايه. لما يطلع سيرد باك في اخر ثواني في المباراه ممكن يخاف من الهجمه المرتده في اخر دقيقه، ممكن يدخل فيك جون يطلع، لكن لما تطلع يبقى انت عندك النيه انك تجيب جون. دي عجبتني قوي. الحاجه الثانيه ان بس هو خلي بالك ممكن برضو اداء الفريق الثاني ورغبته اديته الاريحيه دي شويه. لا شوف يا كابتن، انا دائما بتكلم في ايه، انت اللي بتضطر خلي الفرقه اللي قدامك تلعب زي ما انت عايز. انا بغض النظر عن قصدك ان انت الفرقة. هو فرض اسلوب لعبه الاول. انا بغض النظر عن مستوى الفرقه ممكن تقول ضعيفه، ما ممكن تلعب فرقه تانية وتبقى قويه عليها، ما كسبت الترجي، ما احنا اتكلمنا وكسبته 3-2 في ملعب. لكن انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ان النادي الاهلي في الوقت الحالي لما يبدا الموسم بتاعه وافريقيا يبدا بمكسب خارج ملعبه، ده حاجه جيده قوي. ارجع بقى للكابتن اسامه، الكلمه اللي قالها ودي كانت مهمه جدا، انه لما يجي هنا مغلوب 1-0 غير لما يجي متعادل. متعادل ممكن يمشي معاك للاخر يقول لك والعب بنالتي، يعني يمشي معاك للاخر ويدافع. زمان كان الكابتن جواري الله يرحمه يقول لك ايه اسوأ نتيجه تعملها بره؟ تعادل سلبي 0-0. طبعا فاكر يا كابتن. هو في حاجه مهمه عايز اقولها لك كابتن، انت بتتكلم على طريقه تتغير صح شامله. يعني مثلا انا وانا جاي مغلوب 1-0 طريقه لعبي هغيره. هنا لو انا متعادل 0-0 حتى اقول ااخر 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 لحد ما ممكن اكسب او ممكن اعمل حاجه، انت فاهمني. ولكن في الاخر انا مبروك لجمهور النادي الاهلي الاول، لانه جمهور النادي الاهلي يطمن، نهدى شويه ونطمن ان شاء الله كله يبقى كويس. بدايه جيده، البدايه دي ليكوا انتوا علشان اي حد يشكك لكم في اي حاجه ما تسمعوش كلامه، وخلينا ونحن من المنتظرين يعني. صحيح.